بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إن شاء الله في محاضرة اللي احنا بصدد شرحها الآن، بنتكلم على معدة أو إحدى اليونت أوبريشن اللي ممكن تكون موجودة في الصناعات الكيميائية، واللي يعني أنا ما شفتش كتير بيتكلموا أو بيشرحوها للطلبة برغم أهميتها. أنا بشبه الكونفوير بالبامب، البامب بتنقل فلويد، والكونفوير ممكن تنقل الرو ماتيريال اللي هي على هيئة سوليد. فبرضو البامب زي ما بتنقل من رياكتور لرياكتور، من فلويد من ستورج تانك للرياكتور، الكونفوير برضو ممكن تنقل من المستودع اللي بتتخزن فيه الرو ماتيريال او حتى بعد الانتاج، وممكن بقى تمتد المسافات اكبر كبيره جدا زي ما احنا هنشوف دلوقتي. فالكونفوير ان شاء الله يعني هتكون محاضره اللي بيحاول ياخدها كده بمعلومه مفيده هيجد فيها الكثير من المتعه. الكونفوينج سيستم، الكونفوينج سيستم ده بيبقى اكويبمنت بتقوم بنقل الماتيريال ميكانيكالي من مكان لمكان. والكونفوير ممكن يتم تخصيصها لنقل المواد الثقيله او اللي هي بتبقى بالقي ماتيريال دي على وجه احيانا على وجه الخصوص. قبل ما يتصمم كونفوير سيستم، كونفوينج سيستم في مصنع، لازم يكون في اويرنس ببعض الداتا عشان يتعمل ويشتغل بكفاءه. اول حاجه الكاباسيتي ريكويرمنت، هو هينقل كميه قد ايه بمعدل قد ايه، طول الرحله اللينس اوف ترافل، طول الرحلة هتكون قد إيه من كل مكان لمكان إجمالي، الماتيريال كاركترستيك، الماتيريال ديت هنرجع تاني زي البامب كده نقول هي كوروزيف، بتعمل تآكل عشان نشوف الـ وسيلة النقل أو في الكونفوير هتكون مواد مثلا زي البيلت، هتكون مواد بوليمر ولا هتكون مواد زي الفايبريتنج مثلا، هتكون من ستيل، فدي تفرق. الحاجة التانية هل الحاجة اللي بتتنقل فيها أجزاء حادة، فممكن مثلا تقطع فيه البيلت كونفوير اللي هو السير اللي بيبقى مثلا من المطاط يعني وما شابه، ولا مفيش فيها أجزاء حادة. برضو الماتيريال ديت على هيئة باودر عشان دي ليها مثلا كونفوير معين، ولا على هيئة جسيمات كورس. فكل دي الماتيريال كاركترستيك لازم نكون ملمين بيها، درجة الحرارة لازم نكون ملمين بيها اللي هيتنقل فيها هذه الماتيريال. البروسيسنج ريكويرمنت، احنا عايزين بروسيسها مثلا، احنا عايزين نعرف برضه هنبقى ناقلين بمعدلات قد ايه، والاتجاهات بتاعتها قد ايه، والاتجاهات هتكون طوليه على طول ولا في انكلاين بميل ولا في ارتفاعات، فالكميات اللي منقوله الفيدريت بتاعها قد ايه. طبعا دي لازم تكون يعني في داتا موضحه. هذا العمر المتوقع لايف اكسبكتنسي، لازم نكون عارفين احنا الكونفوير ده يعني عمر المتوقع بتاعه قد ايه والتكلفه بتاعته. المين اليمنت في الكونفوير اربعه. اول حاجه الكونفوير درايف، زي ما احنا شايفين كده الكونفوير درايف والكونفوير موتور، ادي الكونفوير موتور بيحرك هذا البولي او هذه البكره، البكره دي هي دي اللي بتقود البكره دي، وبيتحط عليها بقى ايه اذا كان بيلت او تشين او سيور يعني، وتبقى في الوسط بقى كده حاجات ادلر اللي هي بتبقى ايه بتعمل دعامات بحيث ان ايه ما يجيش كده تحت الثقل تروح الايه ينزل كده، فيفضل ايه السير مشدود. في عندنا اكسلر اكويبمنت،
طبعا بتبقى بقى ايه حوامل تثبيت وما شابه زي ما احنا شايفين كده مثلا، حاجات كتير. وفي كنترول كونفوير، كنترول في كونفوير مثلا احنا عايزين نتحكم في السرعة، ماشي، عايزين نتحكم في الفيد ريت، فطبعا بتبقى في كنترول يعني أجهزة بتعمل عملية تحكم في عملية هذا النوع من وسائل النقل. هنتكلم عن كل واحد من المين كومبوننت اوف كونفوير. اول واحد الكونفوير درايفر. الكونفوير درايفر ده بيساهم تقريبا او بيحتل من 10 ل 30% من التكلفه الاجماليه لاي كونفوير سيستم. والفرق من 10 ل 30 بيعتمد على الوظيفه اللي هيقوم بيها. الكونفير درايف ده ممكن يكون فيكسد سبيد او ادجاستبل سبيد، السرعه بتاعته ممكن تكون فيكسد او تكون ادجاستبل، ماشي. الفيكسد سبيد درايف ده يستخدم لما احنا نكون عايزين السرعه ما تهمناش، يعني ان التغير في السرعه ما يهمناش اثناء عمليه الايه اثناء العمليه الطبيعيه يعني. لو احتاج بقى ان احنا نغير السرعه بدرجة بسيطة، ممكن ده يتم من خلال بقى ايه اللي هو التغيير اللي هو يعني انقاص طول او اطالة الحزام اللي هو بيتم عليه النقل، يتزود بدرجة او يتقلل، او ان السبروكت تشينج اللي هو تغيير في التروس. هي عاملة زي ايه؟ عاملة زي العربية لما بتيجي تمشي بيبقى لها سرعات، السرعة الأولى بيبقى الترس لي سايز، السرعة الثانية الترس لي سايز تاني، فنتيجة التغير في السايز بتاع التروس في الجير بوكس بتاع العربية بتتغير سرعة العربية. فده برضو لو احنا عايزين نغير السرعة بدرجة بسيطة ممكن نغير في دي أو نغير في دي. لو عايزين نعمل بقى تغيير كبير في السرعة فده بنعمل بقى ايه تغيير في سرعة الموتور عن طريق سبيد ريديوسر، ده بيقوم بهذه هذا التغير الكبير. في النون ادجستبل سبيد اللي هي مثلا زي الفيكس دي، لو احنا عايزين نعمل تغيير لازم يتم عمل شت داون، يتم ايقاف الكونفوير عشان نعمل هذا التغير بقى، اذا كنا هنغير في الترس او نطول الحزام او نقلل الحزام. الادجستبل سبيد درايف ده بيتصمم ليه ان احنا نغير السرعه، ممكن نغيرها يدوي او نغيرها اوتوماتيكالي، والكلام ده بيتم دون ما نعمل ايه شوت داون للكونفويرز. الموتور بقى اللي احنا وريناه كده ده طبعا بيبقى الفولت بتاعه ممكن يتراوح من 240 ل 480، وفي الجزء الداخلي بيبقى عامل حاجه كده زي ايه هذا الشكل ده الداخلي داخل الموتور عامل زي قفص السنجاب. الكونفوير ده ممكن يتحرك، البلت كونفوير ممكن مثلا يكون باستهلاكه حوالي 7457 كيلو وات بما يعادل حوالي 10 هورس باور. الاكسلر اكويبمنت دي بقى اديشن سبورت اكويبمنت، زي ما قلنا كده حاجات بتعمل عمليات تثبيت، حاجات مثلا بتعمل عمليه فرمله، عشان مثلا لو احنا الكونفوير ده بيقوم بقى ما بيقومش بعمليه الامداد في اتجاه هوريزونتال، لا في اتجاه فيرتيكال، عشان مثلا لو حصل شوت داون مفاجئ ما يحصلش بقى رجوع عكسي، ف الماتيريال اللي متحمله تقوم متساقطه وتعمل بقى اصابات ومشاكل، وهي ذات نفسها ممكن تفسد او تتكسر وكده، فبيبقى مثلا محتاجين حاجات زي الفرامل مثلا تقوم بهذا. فدي من ضمن الايه الاكسلر، وخصوصا مثلا لو حصل في جامنج يعني عمليه بقى ايه انسداد والكلام ده كله، او الكهرباء قطعت انكسبكتد. اوكي، دي الاكسلر كمان. الكنترول بقى كونفوير ده الكنترول، طبعا مع التقدم في التكنولوجيا دي العمليه دي اتحسنت قوي، بحيث ان احنا ادخال الكمبيوتر بيتم اللي هي برامج الكمبيوتر بيتم التحكم في الكونفوير، بحيث ان احنا مثلا نحتفظ بكباسيتي او بمعدل التدفق ثابت على سبيل المثال.
او حتى لو عايزين نعمل شطين قفل وفتح ليه. التولرانس ودي ability بتكون مفيدة لو الفيد بتاع الكونفوير بيكون فيه تغير الراتك. فعن طريق تعديل السرعة اوتوماتيكالي بيقدر يواجه هذا التغير في ظروف التشغيل ديت. في حالة ان احنا مثلا عايزين الفيد ريت يكون ثابت، وبخاصة لو ده داخل في كيميكال رياكتور على سبيل المثال، او حتى عملية باكجينج. يعني ممكن في ابلكيشن كتير بتبقى محتاجة ان الفيد ريت يكون ثابت. فالتولرانس ده عن طريق الكنترول بيتم التحكم وتغيير السرعات عشان يدي معدل ثابت للفيد ريت اللي احنا محتاجينه. انواع الكونفوير، انواع الكونفوير كثيرة متعددة، وبصراحة يعني الله وهب الانسان هذا العلم اللي احنا زي ما احنا هنشوف كده، يعني انواع متغيرة وديزاين مختلفة في تصميمات حاجة زي الكونفوير. يمكن تعد حاجة بسيطة. اول حاجة الويل كونفوير. الويل كونفوير اللي زي ما احنا شايفين كده بتبقى عبارة عن عجلات. العجلات دي بتكون مثلا لو هو هنا دي البداية، بتكون دي اعلى وتبتدي انكلاين نازلة بميل بسيط، بحيث ان مثلا ده الصناديق دي او الحمولة اللي عليها تبتدي تتحرك نتيجة تأثير الجاذبية. This can be used as a pusher unit set horizontal or inclined for gravity flow. زي ما احنا قلنا كده ان هي بتقوم بعملية دفع لليونتس، ممكن افقيا او بميل اعتمادا على الجرافيتي فلو. طبعا هي الاطوال بتاعتها بتبقى تقريبا ستاندر، بتتراوح من 1.5 ل 3 متر لكل سيكشن. زي ما احنا شايفين كده ان ده سيكشن وده سيكشن وكده. وممكن تكون في اطوال خاصة كده لو محتاجين، لو في احتياج لاطوال ازيد. الجرافيتي سكيت ويل، السكيت ويل اللي هي هنشوفها دلوقتي دي بتنقل الاحمال الخفيفة وليها ابعاد يعني محددة كده او شارب زي الكرتون والتوتس والكيسز. كل دي بيكون ليها ابعاد محددة وشارب. اوكي. السكيت ويل كونفوير رولز مي بي ازلي زان، بتكون ابسط من الرولر كونفوير. يعني السكيت ويل اللي زي ما احنا شايفينها كده دي تعتبر سكيت ويل، بتكون سهلة عن الرويال كونفوير اللي احنا هنشوفها كده، ان هي تخلي الباكج اللي هي اوزانها خفيفة تتحرك بميل بسهولة، والسلوب بتاعها يكون بسيط. الويل طبعا بتكون نسبيا اخف، they have relatively low interior، وبتاخد مساحة بتحتاج يعني زي ما بقول كده التحرك تحت تأثير القصور الذاتي او الجاذبية بتاعتها، بتخلي اللوز دي ممكن تتحرك وتقف بسهولة. اوكي. بحيث ان احنا مثلا يعني ايه لو عملية الوقفة دي مش سهلة، ان طبعا لازم أن يكون في عملية حذر كده جدا، ولازم يكون في نظام فرملة عشان عملية السلايدنج بتاعة اللودز اللي عليها اللي بتتحرك تحت الجاذبية ما تعملش مشاكل عشان اثناء عملية ايقافها او اثناء عملية تحريكها. الميتال بليتس اور بروجكتنج هارد وود سلاتس ار كومنلي يوزد از ستوب كونفوير لاين. اوكي. فعملية الايقاف ليه كده ممكن تكون عن طريق ميتال بليتس او بروجكشن هارد وود اللي هو الحاجات اللي بعض الحاجات الخشبية دي. برضو دي الويل سكيت برضو ده نوع منها.
بقول بقى طبعا نتيجة ان كل ويل من دول بتتحرك منفصلة عن التانية، فده بيقدر يديني امكانية ان انا اعمل كيرفات، ان انا اتحرك في كيرفات سيكشن. اوكي، ده السكيت ويل زي ما احنا قلنا كده. ادي بقى الايه، الرولر كونفوير اللي زي ما احنا شايفين كده، دي اللي هي بتسمى حتى ايدلر. اوكي، هتيجي شرحها في البلاي. نشوف فيديو كده بيوصف هذا الموضوع. زي ما احنا شايفين كده تحت تأثير يعني هو بيقوم بيدفعه بسهولة جدا. ده بقى بيتحرك تحت تأثير الجرافيتي، ان الجزء ده من هنا اعلى من الجزء ده، او الجزء اللي جاي منه اعلى من الجزء اللي رايح ايه عليه. تمام، وده زي ما احنا شايفين كده بقى، ده تفصيل. ادي ده السكيت ويل وده الرولر. اوكي، اتمنى ان هي تكون ايه واضحة من خلال هذا الفيديو. الجرافيتي رولر بقى بتعتبر نوعا ما اثقل من الويل او الويل كونفوير. طبعا هي ما تبقاش محتاجه طاقه في تشغيلها او موتور يعني، الجرافيتي كونفوير. وطبعا ده بيخليها اقتصاديه وشهيره في عمليه نقل اليونت لودز. الكونفوير تبقى المونت اون سلايد ديكلاين، زي ما قلنا كده بيبقى فيه ميل خفيف كده بزاويه خفيفه يعني، عشان نقدر نستغل ايه الجرافيتي ان هي تساعد عمليه الموفمنت، وخصوصا في المسافات الطويله، عشان تبقى برضو العمليه ايه ايكونوميك، ما يبقاش فيها استهلاك الطاقه. برضو ممكن تستخدم في الابلكيشن الكونفوير ليفل اند اوبريتور كان بوش، يعني هي ممكن نستخدمها لو احنا مثلا في مستويات ان في اوبريتور هيعمل بوشنج للبرودكت تو اتس فاينل ديستنيشن، زي ما احنا شفنا كده في الفيديو، الراجل بيدفع الباكج من مكان للتاني. زي ما بقول كده، مع الجرافيتي ويل كونفوير الرولر يونتس ار هايلي ستاندردز اند اوكسيلري اكويبمنت از افيلبل فور سبورتنج لاين فروم سيلينج اند فلور. طبعا بيبقى فيه حاجات كده اللي هي زي ما قلنا الاكسلوري، اللي هي الملحقات اللي بتعمل بقى عمليه ايه تثبيت، عشان ما ايه ما يبقاش في حركه ليها، وتبقى مديه اتزان لهذا هذه المعدة. طبعا بيقول في ميني سبيشال رولر ارابول فور ريتاردنج كونتينر اف ذا سبيد بيكام تو جريتر فور سيفاني. طبعا بيقول في برضو تجهيزات لو احنا هذه الباكج او هذه الماتيريال اللي بيتم نقلها اتحركت بسرعه، ممكن تؤثر على سلامه التداول، فبتبقى في بعض الملحقات اللي هي ممكن تعمل عمليه ريتاردنج او ابطاء او تقليل هذه السرعه. اوكي، طبعا زي ما احنا شايفين كده ان دي بتمتد، ممكن تمتد لمسافات كبيرة، اللي هي بتسمى حتى الميكروسكوبيك، ان احنا الرولر ده يمتد من سيكشن لسيكشن داخل مثلا المصنع. نيجي بقى ل كونفوير مهم جدا بالنسبة لنا في الصناعة زي الصناعات الكيميائية، ألا وهو البيلت كونفوير. هناخد فيه بقى ايه يعني بعض التفاصيل الأزيد، لأن هو بيهمنا جدا، خصوصا البيلت كونفوير ده ممكن يمتد من دولة لدولة، مش بقى من داخل المصنع او من منطقة الرو ماتيريال الى المصنع اللي هو الامدات الفيد. لا، ده هذا النوع بصراحة يعني نوع مهم جدا بالنسبة لنا كمهندسين كيميائيين. نشوف له صورة فيديو. زي ما احنا شايفين كده، ادي البلت، وادي طبعا بتقام كده حاجه اسمها سروت، عشان ما لو هو نازل انكلاين كده ما يجيش يمين ولا شمال، فيحصل مشاكل كده منها. وزي ما احنا شايفين كده هيحصل دمج ما بين البلت وما بين الرولر اللي هو العادي. يعني برضه احنا هنشوف فيديو تاني بيتم دمج ما بين كذا نوع، زي ما احنا شايفين كده ان نتيجة تحرك الرولر
او اسمها الادلر كده، دي كل واحده والتانيه منفصله، فبنقدر نعمل عمليه الايه الكيرف كده، ان هي تتحرك في الكيرف. دلوقتي هي نازله من هذا اللي هو البلت، راحت على الرورال، هنشوف بعد كده هتروح على نوع تالت هنشرحه كمان شويه اللي هو ده. اوكي البلت كونفوير يعني ده رسمه بسيطه ليه، ان ده الموتور زي ما احنا قلنا كده، الموتور اللي هو بيعمل عمليه الدرايفنج، وده اللي هو الدرايفرز بياخد حركته من الموتور، وده بيتسمى بولي او البكره السكندري، ودي الدرايف بولي اللي احنا بيتركب بقى عليها ايه البلت اللي هو الحزام دوت، وتبتدي من حركتها تحرك هذه البولي كمان فيتحرك ايه اللود. اوكي فهي طبعا بتتحرك كده، فواخده السير في هذا الاتجاه، فبتبتدي تحرك هذا اللود عليه. اوكي وده يمكن شرح اكثر نوعا ما، ان اللود بينزل من هنا من الهوبر دوت. احنا عندنا دي الهيد دي اللي هي الهيد بولي اللي هي بتقود، ودي اللي متصله مثلا بالموتور، وتبتدي توصل بقى طبعا في هنا اللي هي الادلر اللي هي بتعمل بقى على استقامه الحزام، بحيث ان هو ايه ما يحصلش ليه انكلاين. فطبعا بنجد مثلا نجد ان احنا هنا اثناء السقوط بتبقى عدد الادره هي طبعا مش باينه كده، بيبقى عدد دي قريبين من بعض وكتار عند المنطقه دي بالذات عند اثناء ايه عمليه الفيدينج. اوكي البيت كونفوير ات ايزلي كونفوي ذا لارج فوليوم اوف ماتيريال انه تايم، دي من احد مميزاته ان هو بيقل كميه كبيره في وقت قصير. طبعا برضو كوست افيشنت، ان هو بيوفر في تكاليف النقل، وبيروح حتى مجهود العمال في هذه العمليه، وبالتالي فبيزود من البرودكتيفيتي بسرعه كبيره. برضو بينقل، ممكن ينقل اما فيرتيكالي او زي ما بينقل ايه هوريزونتالي. طبعا تلبت تو ستاك ذا ترانسبورت ماتيريال ات ذا اند، ان انا برضو عن الستاك ديت، ان انا المقصود ايه، ان انا بعد ما وصلت انا بنقل من هنا لهنا، ان انا اقدر بقى اعمل ايه تجميع او رص للبرودكت اللي انا عايزه كده. لو انا بعمل بعد ما صنعنا وبنعمل عمليه بقى باكجينج، وعايزين خلاص بقى هنبتدي نحطها على العربيات عشان تنقلها للاماكن التوزيع، فهو بيساعدني في هذه العمليه ان انا اقدر ايه اعمل عمليه تجديس للحاجات اللي هي جت من المنطقه اللي هي الانتاج الى منطقه مثلا التعبئه. طبعا برضو ان هو بيساهم في عمليه في حمايه البرودكت من عمليه الدمج والاصابات بالنسبه للعاملين. بول بان هي انجينيوس واي تو انكريز ذا بروسيس برودكتيفيتي افكتفلي، ان هو طبعا معدل النقل ثابت وبياخد اطوال، وده بيساعد في عمليه كفاءه الانتاج، وبيستهلك طاقه اقل وليه قوه تحمل طبيعيه فيه. طبعا الابلكيشن هي بتستخدم مثلا في عمليه المينرال اندستري، وعمليه مثلا النقل من المناجم، سواء مناجم مفتوحه او مناجم مقفوله. فده من احد المميزات، ان هو وايدر رينج اوف ماتيريال، ممكن ننقل انواع مختلفه من الماتيريال ممكن تتنقل بدون ما تعمل اي مشاكل في عمليه النقل. البولت كونفير ممكن يستخدم في عمليه نقل المواد الابريسيف، المواد الرطبه، المواد الجافه، المواد اللي بتلتصق، والمواد اللي هي تعتبر نفايات. العمليات بقى اللامب سايز، ان عمليه النقل الكميات ده بيكون محدد بالويتس بتاع البلت. ماشي بول البلت اللي اب تو 2500 ملم وايد، اللي هو ممكن يستخدم في عمليه الايه ان مايننج اندستري. ماشي بول هاير كاباسيتي كان بي هاندلد ذان اني اذر فورم اوف كونفوير،
ماشي، بيبقى اقل تكلفه، ممكن نقل كميات كبيره باقل تكلفه بير طن بير كيلومتر. الكونفوير بات وسكاباستي اللي هو حوالي 11,000 طن بير اور، دي ممكن تكون مستخدمة بنسبة كبيرة في عملية المايننج ماشينري. اوكي، لونجر ديس كان بي كفرد مور ايكونوميكلي ذان اذر ترانسبورت، ان هو ممكن يوصل لمسافات كبيرة ويكون تكلفة النقل عن طريق هذا الكونفوير اقتصادية ارخص من اي وسائل نقل. يعني مثلا كان في مرة عضو في الكونجرس الامريكي كان عايزين ينقلوا من معدات عسكرية، فقال ان انا لو استخدمت هذه الكونفوير، حاجة اسمها كروس بيلت كونفوير، ممكن يوفر لي 400 شاحنة تمام في عملية نقل. طبعا شاحنة احنا بنتكلم على شاحنة كبيرة مش كده، فطبعا لمسافات، ويكون عملية النقل عملية اقتصادية. ممكن نستخدم سنجل بيلت ولا او سيريز من البيلت، ممكن ايه يرتبط ربطهم ببعض، عشان زي ما بنقول بنعمل كده كروس كانتري لاين. لازم بقول كده، لازم بقول عضو الكونجرس كان بيقول ان احنا ممكن ننقل ونوفر حوالي 400 شاحنه، وده مثلا دي الهند ودي بنجلاديش، ودي تقريبا احد اطول البيلت كونفوير. ماشي، جايبين هنا ادي المنجم اللام ستون ماين، ماشي، نشوف هنقول فين، واصل لمصنع الاسمنت في بنجلاديش. ماشي، وادي الحدود الدوليه، ودي امثله للبيلت كونفورت. بصراحه يعني التكنولوجيا لازم المهندس الكيميائي يكون ملم بيها. many other function can be performed on basis of convoy like waiting، ان انا ممكن استخدمها في عمليه الوزن، عمليه السورتنج اللي هو عمليه الايه، عمليه ان انا ابتدي يعني افرز، عمليه الفرز. ماشي، برضو البيكنج قريبه من عمليه السورتنج، عمليه السامبلينج، اخد مثلا عينات، عمليه الخلط، عمليه السبرينج، عمليه الكولينج، عمليه التجفيف. فده فانكشن كتير ممكن تستخدم مع هذا النوع اللي هو البيلت كونفوير. اوكي، structure it is one of the lightest form of convoying machine، يعني كحتى بناء ليه بيعتبر من اخف انواع الكونفوير ماشين، وطبعا لا يقارن في عمليه الوفره والرخص والعمليه supporting. structure can be used for many otherwise impossible structures such as cross drive and steam، ان انا مثلا لو هنقوم مثلا بحاجه زي هنا كده هيعدي بقى انهار والكلام ده كله، فبرضه التكلفه بتاعته ما تبقاش عاليه. زي ما احنا شايفين كده السبورتنج دي كلها اللي هو بيتكلم عليها سبورتنج استراكشر، بتخليه ان انا اقدر اعدي بيه انهار وبين جبال والكلام ده كله دون ان يحدث تغير كبير في عمليه التكلفه الاقتصاديه اللي بيقوم بيها هذا النوع. ممكن كمان يستخدم ل special purpose زي مثلا fire resistance, wear resistance, corrosion resistance, high angle negotiation، ان الحاجات دي كلها ممكن تصنيعه يكون هذا، ويعمل fire resistance، يكون مقاوم للحريق، مقاوم للتآكل، مقاوم للcorrosion برضو اللي هو نوع من الصدى، والhigh angle negotiation، high angle negotiation اللي هو حاجة زي كده. ماشي، اللي هي الزاويه بتاعته ممكن توصل ل 90 عند ايه بعض المنحنيات. برضه انا حابب اجيبها عشان ما تبقاش ايه هذا التعبير يعني ايه المقصود بيه. وممكن نعمله انتجريت التكامل مع اذر ايكوينت، زي ما قلنا كده ممكن يكون هورزونتال انكلاين او ديكلاين. ماشي، مينيمم لوور طبعا بيقول ان احنا زي ما احنا قلنا قبل كده ان اقل عدد من العمال بيكون مسؤول عن تشغيله وعمليه الصيانه. في الاندر جراوند ماين، في المناجم اللي تحت الارض، بيتو كونفوير كان يوز سين ستيم از ات اليمينيت ذا روك وورك ذات مايت اذروايز بي ريكوايرد تو جين هيولوج هايت، ان انا لو عايزين ننقل بقى من تحت الارض، من المناجم اللي تحت الارض،
فهو مقارنة برضو بوسائل النقل التانية زي الوسائل اللي هي السكك الحديدية والكلام ده كله، ولتجنب الأخطار الخاصة بالتنجيم ووسائل النقل، فبيعتبر هو برضو مناسب جدا للنقل من المناجم اللي تحت الأرض. ماشي. وإن هو زي ما هو كده، إن هو بيكون مناسب جدا لنقل كميات كبيرة من باطن المنجم إلى السيرفس بتاع فوق الأرض. دي بقى suitability of بيلت كونفوير لبعض الفانكشن. فدي بعض الماتيريال اللي ممكن يقوم بنقلها، ودي الزاوية بتاعت النيل بتاعته برضو. دي بعض الماتيريال تاني زي حاجز اللايم ستون، اللايم باودر، الجبسوم، السولت، الساند دراي، كل دي والزاوية المفضلة في عملية النقل، وممكن يرفع لحد كام متر. دي بس المعلومية مش مطلوب حفظها، انما تبقى موجودة عندنا. السروت بيلت كونفوير اللي هو بقى ايه؟ ان احنا نجيب كده، اتمنى يكون في صورة، ان انا ممكن زي ما احنا شايفين كده السروت، ان انا الحزام بيبقى فيه جناب كده، بحيث ان انا ايه، والحاجه بيتم نقلها ما يحصلش مثلا لو في حصل اي فايبريشن ما تروحش ايه، يعني الحاجه دي يحصل لها انسكاب على احد الاجناب، فبتبقى فيه اجناب كده بتحمي تواجد هذه المواد اللي منقوله داخل هذا ايه، هذا الحزام. انا اشوف برضه لو في يعني ده مثلا ما فيش سروت، ماشي، ان انا كده ماشي ومفيش جناب اللي هي ايه تحمي من هذا الدخول، لان ده استخدام وده تاني لها استخدام تاني. يوزد فور هاير كاباسيتي هاير سبيد، ان انا الهاير كاباسيتي كاباسيتي عاليه جدا، يعني تقريبا الحزام مليان كله والسرعه عاليه، ماشي. اند فور هاندلنج ماتيريال فرارج لامبسز، لو انا بنيت باحجام كبيره، مناسب جدا فور انكلايند او ديكلايند تايب اوف كونفوير، اللي هو طالع بميل او نازل بميل. اوكي. ترانزيشن ديستنس از ديفايند از ذا ديستنس فروم ذا سنتر لاين اوف ذا فيرست فولي ثروت ايذر رول تو ذا سنتر لاين اوف ايذر هيد اوف تيل بولي، اللي هو لو احنا جبنا الرسمه بتاعتها اللي هي من الاثنين بولي دول. اوكي. If the transition distance is too short, the edge of the belt can be overstretched. لو المسافة اللي هي بيتم عملنا قصيرة، فممكن نعمل النهاية بتاعت البلت دي ممكن يتم عملية شدها بزيادة. This will adversely affect the load support and belt life. ماشي. فبيقول ايه، ان انا لو the transition distance قصيرة، ده ممكن يعمل عملية شد لنهاية هذا البيلد، وده هيأثر عكسيا على اللود سبورت. اللود سبورت اللي احنا وصفناها اللي هي معلش انا برجع كتير، ده اللود سبورت. ماشي. هيأثر على اللود سبورت لما ده يتشد جامد، وهيأثر في عمر هذا البيلد، ويأثر في البلد في عمر الايه الحزام. فطبعا عملية تظبيط الشدة بتاعت هذا الحزام بتبقى محتاجة برضو ايه بعض الخبرة. اوكي. ادي السروت زي ما احنا قلنا كده، ادي الجناب، بحيث ان الحاجة عند السرعات العالية والكميات الكبيرة ده كله مليان، ما يحصلش بقى ايه ان هي مع السرعة تبتدي تنزل من الجناب وتعمل ايه مشاكل. وزي ما احنا شايفين كده، ادي الماتور اهو، وادي البولي اللي هو بيقوم بعملية الايه التحريك. الفلات بيلت كونفوير ده اللي احنا بنستخدم فيه بيلت، بيكون زي ما احنا كده فلات، بيتم تحميله على الستريت رولر تايب او ادلر، زي ما احنا شرحنا ورينا الرولر والادلر او مجموعة من الادلر. الفلات بيلت كونفوير بيعتبر مناسب لو انا هنقل
لور كاباسيتي وبسرعات منخفضه. طبعا زي ما احنا شايفين كده ان مفيش فيه هنا السروت او الجناب اللي هي تمنع انسكاب او خروج المواد اللي بيتم نقلها مع السرعات العاليه. اوكي طبعا هون بيعتبر دي السرعه واللور كاباسيتي دي احد المطالبات، لان احنا لو هنحمل يونت جودز بضاعه كده عباره عن يونتس او مواد سائبه اوف سمول لامب سايز باحجام صغيره وليها هاير انجل اوف ريسبونس. يعني هاير انجل اوف ريسبونس، انجل ايه انجل اوف ريسبونس؟ ادي الزاويه كده اللي هو لو زي ما احنا بنقول كده بالك ماتيريال زي الرمال مثلا او باودر وخلافه، الانجل اوف ريسبونس اللي هي اعلى زاويه اكبر زاويه ما يحدث ليها تكدس لهذه البلب دون انزلاق الباودر، دي اعلى درجه. ان انا اقدر ايه كل ماده وليها ايه او كل مجموعه او كل يعني دي طبيعه خاصه بالمواد اللي هي ممكن ناخد ايه اكبر زاويه، اكبر زاويه هنا كده يعني دي لو فتحت كده الزاويه هتكبر فممكن يحصل الانزلاق، فدي اكبر زاويه ممكن يتم تكدس هذه البودر دون انزلاق. فده بيكون اللو كاباسيتي واللو هاي واللو سبيد بتتطلب مع هذه المواد. طبعا الديكلينيشن از ان ديزايربل، عمليه وجود ميل هتبقى غير مقبوله مع هذا النوع من الفلات بيت كونفوي. برضه لسه بنتكلم على الابلكيشن برضه الاخرى للبيلت كونفوير، ان البيلت كونفوير ده ممكن ينقل جريت فرايتي اوف بالك ماتيريال وممكن نقلها اما هوريزونتال او جنتلي انكلايند باس. هذه المهام البيلت كونفوير ممكن تتم داخل الفاكتوري وشيد يعني تحت سقف المصنع او الدور خارج في الهواء الطلق. داخل المصنع ده بيستخدم ان احنا ننقل الكاري لايت ويت من على خط الانتاج من مكان ايه لاخر. البيلت كونفوير ده ممكن يستخدم برضو في المسابك الفاوندرز عشان ينقل الساند والخامات الى قوالب الصب. برضو البيلت كونفوير ممكن يستخدم في نقل الفحم الارز الخامات المينرالز في الباور بلانتس وفي عمليات الصناعات والمايننج اندستري عمليات المناجم والمترولوجيكال بروسيس بلانت. يعني اعتقد ان احنا في البيلت كونفوير شرحنا قدر الامكان المميزات اللي بيتميز بها هذا النوع. برضو احنا ممكن بيستخدم في عمليه بقى في مجال الصناعات الزراعيه في عملية نقل الفود جرينز والبيلدنج ماتيريال، برضو ممكن عملية الكونستراكشن مع المهندسين المدنيين ممكن يستخدم فيها. الكباست بتاع البيلت كونفوير بتتراوح من 5000 الى من 500 ل 5000 متر مكعب في الساعه، طبعا الكميه كبيره جدا. الديستنس ما قلنا كده ممكن بقى ايه ممكن تكون 50 متر فور اندور في الداخل، ممكن تكون يوصل ل 5 كيلو اللي بتعمل عملية امداد بالرو ماتيريال من المنجم الى المصنع. وزي ما احنا قلنا برضو في بعض الحالات اللي هو ممكن يعدي حدود من بلد لبلد. اوكي نيجي بقى للكونفوير التالت. الكونفوير التالت ده عبارة عن البلت كونفوير والتغطى بهذه الشرائح المنفصلة عن بعض اللي هو اسمه سلات كونفوير. اوكي يبقى عشان بس ما نظنش انه حاجه تانية، ده عباره عن زي ما قلنا كده البيلت كونفوير بس غطيناه ليه بقى؟ عشان ننقل عليه اوزان تقيله، والاوزان دي كمان بتتميز ان هي ذات حواف حاده فممكن هتقطع في الحزام زي ما احنا هنشوف كده. السلاد كونفوير اللي احنا زي ما قلنا كده شرايح كده منفصله على مربوطه على سلسله اللي هي بتشدهم. السلاد ايزر ممكن تكون بقى السلاس دي ممكن تكون خشب او شرايح من معدنيه، ممكن ترانسبورتد ريتينز اتس بوزيشن ان هي بتحتفظ بالشكل ماشي زي
يعني وهي التانية بتحتفظ بشكلها زي البيلت كونفوير، او ان يحصل لها اورينتيشن، اللي انا بقى عايز اوجه المنقول في اتجاه تاني بس تحت كنترول. فممكن بقى ان هو بحتفظ بشكلها كده او يحصل لها اورينتيشن، بحيث ان هي تبتدي بقى عند هنا تروح منزله في هذا الجنب ومنزله في هذا الجنب. بصراحه يعني برضو نظريه جديده. السلات كونفوير زي ما احنا قلنا كده عباره عن سلسله من السلاتس متصله ببعضيها مرتبطه ببعضيها، ما بيحصلش ما بينهم اوفرلابنج ولا نون انترلوكينج، وان هي بيتم تحريكها بواسطه الكتريك موتور. والالكتريك موتور ده طبعا احنا عارفين الالكتريك موتور ده سرعته بتبقى عاليه جدا، ممكن تعدي 3000 ار بي ام، فبيبقى معاه حاجه اسمها ريدكشن جير. جير كده بتخلي السرعه توصل بتاعته مثلا من 2000 3000 ار بي ام الى 20 ار بي ام، عشان نقدر نظبط السرعه البطيئه بتاعته، لان 3000 ار بي ام دي معنى ذلك هتلاقي الحاجات دي بيتم قصفها من فوق، يعني ما تسبتش طبعا، بتوصل السرعات الى سرعه بطيئه. هو انت عارفين شبه ايه؟ زي الفران اللي بيتم دلوقتي فيها المخصصه لانتاج العيش والكلام ده كله، فبتبقى بنفس هذه النظريه ماشي. فبيقول طبعا السبيس سلات دي كاري اوبجكت ذات وود بي دامج البيلت، فعشان كده احنا بنقول بقى ايه، ان هي بتفرق عن البيلت ان هي بتشيل الاوبجكت اللي ممكن اللي هي لها شارب ايدج وهيفي ويت. اوكي، فطبعا الميتال ده بيبقى ايه الهيفي ويت والشارب ايدج مش هتاثر فيه. البينفيت اوف سلات كونفوير الفلكسبيليتي الاو فور وايد فرايتي اوف هيفي لود، ان انا ممكن اشيل هيفي لود انواع كتيره من الهيفي لود عليه. البوزيشن اند اورينتيشن زي ما قلنا كده ان هو اما ان هو يكون زي كده ثابت، او في نوع ممكن هو ايه يحصل له اورينتيشن اثناء التحرك فيبتدي يديني ميزه ان انا اوجه الحاجه بمرونه اكثر. طبعا في كونتينوس موفينج سيرفيس تمام تو ماونت برودكت فلوكس ديزارت، السيرفيس بتاعه بيكون ثابت بحيث ان انا برضو يدي ثبات للبرودكت عليه. تلت سلات كونفوير ار يوزد فور سورتيشن، انا ممكن برضو التلت ده سلات ممكن استخدمه في عمليه الفرز، طبعا دي ميزه كويسه جدا، دي درجة موثوقية أو اعتمادية عليه، والصيانة بتاعته بتكون قليلة. ممكن يستخدم في هوريزونتال والانكلاين اند كيرفد رودز، برضو كان ايزلي بي ريبليسد، ممكن الاسلاس دي لو حصل في اي حاجة ممكن اعملها عملية استبدال. الكونفوير تقريبا الخامس الفايبريتنج كونفوير، ده تقريبا بيشبه الى حد ما الفايبريتنج سكرين في نفس ظروف التشغيل، بس طبعا هنا ما بيبقاش فيه اللي هي موضوع الثقوب او الهولز الموجوده في السكرين. طيب هو يعني عموما يعني بيفضل استخدامها بقى مناسب قوي لو انا عايز مثلا اعمل تفكيك للمواد الخام اللي انا بنقلها اللي هي متجمعه مع بعض عامله ايه تجمع كده، فانا عايز افككها عن بعض، فانا بنقلها بالميل وفي نفس الوقت اعمل بيبلينج بحيث ان انا ايه اعمل لها عمليه تفكيك زي ما هنشوف كده في الفيلم ده. زي ما احنا شايفين كده هي لو جاي عندي ككتل فانا بقوم بعمليه ايه هذا التفكيك ماشي. طبعا هنا السرعه بسيطه ماشي، انه مش محتاج طبعا زي ما احنا شايفين كده لازم تكون الاجناب دي موجوده لان بيحصل فيه فايبريشن. اللي بيحصل بقى ان انا الكتل لو جايه كده تبتدي عمليه التفكيك، فتلاقي السرعه بتبقى يعني ده سرعته بسيطه، ما عنديش فيديو تاني بيوضح بقى ان بتلاقي يبتدي يحصل عمليه قفز كده للبارتكل دي وهي متحركه، فيبقى التفكيك والقفز في اتجاه اللي هو ايه النهايه اللي هي بتاعه هذا الكونفوي. ده كله بيعمل عملية تفكيك زي ما احنا شايفين كده، بيبعدوا عن بعض بحيث ان احنا مثلا هنا
دي بتبقى جاية ايه، لو احنا في فيديو تاني بيوضح ان الازاز دي وهي جاية احنا عايزين ايه، نعمل عملية ريسايكل للبلاستيك ده، دي اللي هي ازاز البلاستيك اللي هو البي اي تي بوليسيلين تيريفسيليت، فاحنا عايزين نعمل ريسايكل، فالريسايكل احنا عايزين نغسلها الاول، فهي بتبقى جاية مكبوسة بحيث ان هي بتبقى وزنها كمية، فده يساعدنا جدا في عملية ايه، التفكيك ما بينها، نقلها وتفكيكها. ده شايفين ده الميكانيزم بتاع التشغيل. Vibrating conveyor are robust conveyor، طبعا البناء بتاعه بيكون قوي. Used for fine to coarse grinding bulk material، ان انا عندي bulk material وهي كفاين بتبقى ملتصقه او قريبه من بعض، فعايز اعمل لهم ايه، النقل، وفي نفس الوقت ان انا ايه، افككهم من بعض. ماشي. هذا النوع بيستخدم الفايبريشن انرجي تو امباكت ستاتيك اند دايناميك فورس اون اجريجريت، اللي هي الماتيريال اللي هي ليها اجريجريت متجمعه، اند كوز ذيم تو موف اب تو داون باس واي، اللي هي جايه بقى ايه، انا من هنا وعايز احركها لهنا، بشوف بقى ايه، ادي بتبتدي يحصل فيها عمليه الايه، القفز، فبستعمل عمليه ايه، التفكيك. ذا كونفكس سيرفيس از تيبيكالي سموث، بيكون ناعم through with vibratory component adjusted to cause tough to shake، عملية مع هذا الامتداد. بيقول لك هذا الاكشن allow bulk products such as coal, limestone, food material, sand, gravel to hop with frequency of the pressure towards the end of the through. ماشي، زي ما قلنا كده الثرو اللي هو الجناب بتاعه هذا المؤدل كده، يحصل بقى عملية القفز كده داخل هذا الايه، السوق. When the hopping action happens at many cycle بالسكن، بيحصل كذا مرة في السكن، it causes bed material to convoy and it can drive deep bed bulk such as wood chips. طبعا دي ممكن تستخدم في عملية بقى ايه، نقل اللي هو الخشب اللي هو جاي من المنشر، يعني اللي هي الخشب بعد ما تم نشره. Vibrating conveyor are specified when horizontal or shallow incline conveying is needed، بتبقى برضو مطلوبة لما أنا عايز أعمل إيه، الانكلاين أو الميل بسيط جدا عشان أستخدم لنقل إيه، most bulk form of powder or solid irregularly shaped material، إن أنا لو هعمل most bulk from powder to solid، إن أنا البلك ده ممكن يكون powder للسوليد تو ريجلي شيبد ماتيريال، او الماتيريال اللي هي مالهاش شكل منتظم. الادفانتج والديس ادفانتج، فابريتنج اوفر كان هاندل مالتي بروسيس، تقدم عدد من المهام، ان هنا ممكن تنقل الكونفوي دراي والهوت والكولد ماتيريال اوفر لونج ديس، ممكن تنقل يعني الماتيريال دي ممكن تكون جافه سخنه بارده لمسافات طويله، بس بتحتاج هاي مينتنس زي ما احنا شايفين كده دي عمليه الفايبريشن. اوكي، الكونفوير لينس ار ليميتد، بيوصل من 61 متر وذ ملتبلاي درايفز اند اباوت 30 متر وذ سنجل درايف، يبقى انا لو عايز اعمل اطاله فبعمل مالتي درايفرز، لو انا مسافه حوالي 30 متر هحتاج سنجل درايف. اوكي، او اللي هي البكره اللي هي الاولانيه اللي هي الدرايف كده. ماشي، طبعا دي احد العيوب. capacity of vibrating conveyor is extremely broad. ماشي، broad ان هي في capacity ممكن يعني متنوعه، ممكن اخد كميات كبيره ممكن اخد كميات قليله، ففي اتساع في هذه المتن. ranging from 1000 ton down to grams or ton، دي طبعا تعتبر ميزه ان انا في عندي variation في عمليه البرود كاباسيتي من الاف الاطنان الى الجرامات او الاونص الاطال. الكونفوير التالي اللي هو السكرو كونفوير، السكرو كونفوير ده في ميزه بقى، يعني هي ايه، ممكن تكون مش واضحه قوي مش مذكوره، ان انا بقوم بعمليه النقل وممكن اقوم بعمليه الخلط في نفس الوقت، يعني هو بينقل ممكن يخلط كمان. اوكي، فهو بيقول consist of يوتيوب زي ما احنا كده ادي يوتيوب ثابته through which شافت اللي هو الهيليكال ده هيتحرك عليها ويقوم بعمليه الايه،
الدفع عامل زي ايه؟ زي السكرو بامب. اوكي بالظبط زي ما احنا كده قلنا ان في تشابه كبير ما بين الكونفوير وما بين البامب. طبعا دي بعض المواصفات الكباستي والبروسيسنج اوبريشن. يعني بيصف زي ما انا قلت كده ان هو بيستخدم شافت هيليكال ويتحرك ويبتدي يدفع المواد قدامه، ان هو ممكن يوصل عملية الفلوريت توصل لحوالي 1800 كيوبيك فوت بير اور. ده الاختصار ده عشان بعض ممكن يكونش ايه بعض ملمبين. السايز بيكون من 2 ل 8 انش دايمتر اللي هي بالنسبة للشافت اللي هو الهيليكال. ماشي طبعا هو بيتكلم ان احنا ممكن الديزاين بتاعه ممكن يكون من الكاست اير اللي هو لل السكرو كونفوير او من الستانلس ستيل بيتراوح يعني. ففي برضو فرايتي في اختيار الماتيريال اللي بتصنع. طبعا ده بي 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 زي ما احنا كده قلنا في الاول اللي هو الاسس اللي بنختار عليها الكونفوير. فطبعا ده لازم نكون عارفين الماتيريال اللي هنقوم او المواد اللي هنقوم بنقلها ايه تأثيرها على الكاست ايرن او تأثيرها على الستانلس ستيل. فبناء عليها بنختار ان هي مثلا مواد كوروزف، مواد بتعمل وير والكلام ده كله. ده اللي بيديني ايه اختيار الهيليكال هيكون من ايه، وحتى الجسم بتاعها اليوتيوب هيكون من ايه. ادفانتشز السكرو كونفير لها الامكانيه ان هي تنقل جريد فرايتي برضو من بالك ماتيريال ماشي فروم سلاج تو فري فلوينج. السكرو كونفير كان بي مالتبلاي انلت بيكون لها كذا مدخل مالتبلاي انلت اند ديسشارج بوينت وكذا نقطه خروج. بارك ماتيريال كان بي كونفويد اند ديستريبيوت تو فيريس لوكيشن از ريكوايرد. ونقوم توزيع هذه البارك نقل هذه البارك ماتيريال كان ممكن نعملها عمليه نقل و توزيع ل various location as required. slide gates or valve can be added to control the flow into and out the screw. ممكن نحط بقى يعني ملحقات اللي هو السلايد جيت او الفالفز على التحكم في معدل المرور ومعدل الخروج داخل السكرو كونفوير. طبعا ميزه برضو في السكرو كونفوير ان هو بيكون مغلق ماشي، فعشان كده بيقدر نمنع عمليه التسريب. السكرو كونفوير كان يوتلايزد ممكن يستخدم هوريزونتال فيرتيكال اور انكلايد بوزيشن ديبندنج اوف ذا كاركترستكس او برودكت، بتعتمد على المنتج اللي احنا بنقوم بعمليه النقل. السكرو كونفير ممكن تستخدم برضو في ظروف تبريد حراره دراي برودكت اثناء عمليه نقلها. ده بيعتمد برضو ديبندنج اون ذا هيت ترانسفير ريكوايرمنت. لان انا مثلا عايز ممكن اكون عايز ابرد الحاجه دي وانا بنقلها ماشي، فانا ايه مطالبي في عمليه الهيت ترانسفير؟ او عايز اعملها مثلا لو ما اعرفش ممكن يكون في مصدر حراره بجانب خارج التيوب او مع التيوب بيعمل عمليه تسخين للبرودكت وانا بنقله، ممكن تكون دي برضو موجوده. سكرو كونفير كان بي جاكيت ممكن اعمله بقى جاكيت عشان اعمل عمليه برضو ايه لو انا عايز اعمل الحفاظ على درجه الحراره، او اعمل عمليه مثلا زي تكون عمليه ادياباتيك يعني اقلل فيها عمليه الفاقد في درجه الحراره. قول هالو فلايت ديزاين تلايز تو بروفايد نيسيسري هيت ترانسفير ماشي، اللي هو انا ممكن احط جاكيت او ممكن اخليه في وسط هالو فلايت ديزاين عشان اشوف انا معدل الهيت ترانسفير لبعض الابلكيشن انا عايزها تكون ايه. برضو السكرو كونفير نتيجه انه مقفول فانا برضو ممكن استخدمه في نقل المواد اللي بيكون فيها فيبر لايت تو هولد انترنال بريشر عشان احتفظ بالضغط، وكمان ان انا مهمة جدا في اثناء التوكسيك والهازارد برودكت ماشي اللي هو في الصناعات الكيميائية عشان ما تؤثرش على العاملين. فطبعا انا لو في حاجة هازارد لما اجي انقلها بالبلت طبعا مش هتكون مناسبة، هيكون السكرو جدا مناسب عشان التوكسيك والهازارد برودكت. الفلايت كونفوير ده برضو ان انكلوزد ريكتانجل كروس سكشن ميد اوف ستيل كيسنج از فينيشد ويز ان اندلس تشين اكويبد ويز ذس فلايت. زي ما احنا شايفين دي الفلايت ماشي وراكبه على سير وبتبتدي تعمل بقى ايه الفلايت دي بتعمل بوشنج للمواد اللي عايزين ايه ننقلها.
Flight convoyer have scraps, ادي السكرابس اور فلايتس mounted on interval على مسافات كده interval perpendicular مسافات عامده على التشين to the direct of travel يعني هي عموديه على direct of travel اهيت on endless power driving a chain بتتحرك خلال هذا السرو اوكي بارك ماتيريالز ساو داست الساند جرافل الكول ممكن يتم دفعها خلال هذا السرو هو بيشبه نوعا ما يعني لحد ما السكرو كونفوي الادفانتج بتاعتها الادفانتج ان تكلفه تثبيته وتجميعه وانشائه بتبقى منخفضه وان هو سيوتابل يعني مناسب للعمل في الاماكن اللي بيبقى فيها انحدارات الديس ادفانتج ان هو طبعا عالي في استهلاك الطاقه الكونفوير التالي اللي هو الابرون كونفوير الابرون كونفوير ده دايما بيكون في مقارنه دايما مع البيلت كونفوير فهو بيتميز عن بيلت كونفوير ان هاز سترينث وديورابيلتي وقوه تحمل مع خاصه مع نتيجه السيرفيس اللي مصنوع من البليت احنا طبعا عارفين اللي هو البيلت ده بيكون مصنوع من حاجه زي المطاط كده فطبعا اللي مصنوع من البليت هيكون مناسب جدا ليه لو انا الحاجه اللي بعمل عايز اعملها عمليه نقل انا بعملها عمليه برميها على البيلت فطبعا لو الحاجه دي ليها فيزيكال امباكت لارج يعني فيزيكال امباكت ايه اللي هو قوه تصادم كبيره في زمن قصير فممكن تاذي الحزام المطاط في حاله البيلت هنا مش هتاذيه لان هو من ميتال او ستيل برضو لو انا عايز ان الحاجات ليها درجه حراره عالية فطبعا البيلت ممكن ما يكونش مناسب ده هيكون مناسب لو انا البيلت ممكن يتأذي بواسطة الاستاف اللي هنقلها فبيعتبر البيلت ده مناسب عن البيلت كونفوي فبيعتبر الابرم مناسب لو انا عايز انقل هذه الحاجة اللي هنقلها فيها هذه المتطلبات نشوف فيديو ليه كده ادي زي ما احنا شايفين كده ادي البيلت كونفوير دي كله طبعا ستيل طبعا بيفرق عن التشين ان في هنا اوفرلاب ماشي التشين بيبقى فيه مسافات اوكي نلاحظ هنا كده ان في اوفرلاب ما بين ايه السلاتس اللي هي الاجزاء المعدنيه على بعض دي كانت حاجة توضيحية ليه اوكي الكاركترستيك بتاعته ان هو بيستخدم لنقل الحاجات الهيفي لود الابرون السرعة بتاعته من 50 ل 75 قدم في الدقيقة هاف هاي لود كاباسيتي طبعا زي ما احنا شايفين برضو ليه جناب كده فممكن ياخد كميات كبيرة number of branches can be selected depending on the nature of material being moved number البرانشز عدد التفرعات بي اللي هيتم اختيارها بتعتمد على طبيعة الماتيريال اللي هيتم نقلها ان انا ممكن اعمل managing the special requirements for customer such as use different chain type او chain carrier حسب طلبات العميل في عملية النقل انا ممكن اغير في التشين تايب والتشين كاريس اللي بتحمل اوكي طبعا هي بقى مش ملائمه لايه مش ملائمه للنقل السمول ستاف زي الباودر ليه لان لو نزل السمول ستاف زي الباودر ايه اللي هيحصل زي ما احنا شفنا في الفيلم كده هتيجي نشوفها في الفيلم كده هتيجي في الجناب دي تبتدي تدخل وتعمل ايه مشاكل يعني تعمل ايه انسداد وتتحشر وتنزل بقى على الجناب فتعمل يعني تعمل عدم تشغيل بكفاءه فلو في باودر اوكي فهو مش مناسب لنقل اللي هي الماتيريال اللي هي صغيره فول ستون ستاف
اوكي، هقول لك الكارد ستاف جيت بتخش في الجابز ما بين الستيل بليت، اوكي لو هي صغيره طبعا هي غاليه بالنسبه للبيلت كونفوير، السرعه بتاعته مش عاليه، والويتس بتاع الابرون نيز تو بي وايدر ذان اماونت كاري ستاف از الوت، ان احنا لازم لو احنا عايزين ننقل كميات كبيره لازم نزود العرض بتاع الابرون، وده هيزود التكلفه ماشي، كل ما ايه اعمله وايدر ان انا اعمل اللوتس بتاعه اعرض. الصيانه طبعا نتيجه زي ما احنا قلنا كده، الحاجات اللي هي بيتم انحشارها لو كانت حاجات صغيره، الحاجه التانيه التاكل مع طول التشين ده بيؤدي ان احنا بنحتاج كل شويه ان احنا نعمل تشيك فريكوينتلي، ان احنا دايما نعمل عمليه فحص ليه، والصيانه تبقى محتاجينها ضروري ان هي دايما تكون مستمره. اخر حاجة اللي هو الباكت كونفوير، ان انا لو عايز اعمل النقل بقى من ايه من اسفل لاعلى بكميات، فالباكت كونفوير ار ذا سيمبلست اند ذا موست ديبندبل يونت فور ميكينج فيرتيكال ليفت، عاوز اعمل رفع راسي، زي ار افيلبل ان وايد رينج اوف كاباسيتي اند ميني مي بي اوبريت انتايرلي ان اوبن اور تادلي ان كلوزد، ممكن ان انا اشغله عايز انقل الحاجة دي في مثلا انا خايف ان يحصل مثلا ان هي تكون لها درجه سميه او لها مخاطر، فممكن اقفلها انقلها مغلقه او انقلها ايه مفتوحه حسب النوع اللي انا الماتيريال اللي انا بنقلها. شوف فيديو ليها برضو. زي ما احنا شايفين كده ادي النقل مع الارتفاعات. فدي بتمثل يعني حاجة قريبة لهذا. فالبرودكت زي ما احنا شفنا كده في الفيديو بيتم دفعها للموفينج باكت، طبعا عملية دفعها دي هتتم بكونفوير تاني زي مثلا ممكن يكون البيلت، ممكن يكون سليتس، اي نوع يعني ماشي. موفينج باكت ات كنترول ريت بمعدل متحكم فيه ان سيميلر مانر اوف فيدنج نورمال بيلت زي اللي بيتم برضه في البيلت. At the end of the conveyor, the packet are embedded by the gravity onto the charge. بيتم تفريغ بقى بواسطة ايه؟ اعتمادا على الجاذبية. انا كده ان شاء الله بنكون انتهينا من هذه هذا المحاضرة. ان شاء الله ربنا يسهل هيكون ليها تكملة بسيطة في حسابات الطاقة المستهلكة اثناء عملية النقل بواسطة الكونفوير وبخاصة البلت كونفوير. بشكركم وأتمنى أن تكون هذه المحاضرة قد أضافت الجديد ليكم وتكون سهلة الفهم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.